لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى. نحاول في هذه المرة الأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المسلمين طاعاتهم، وأن يرزق كل من كان ينوي الحج فلم يتمكن منه ثواب نيته، وأن يجعل نيتنا دائما خيرا من أعمالنا. نحاول أن في هذه المرة أن نغلق الموضوع بالكلام على الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن أدلة الفطرة، ثم تكلمنا عن أدلة العقل، وبينا أهمية دليل الفطرة بشكل مهم جدا، وقلنا ممكن بقى عندنا أدلة الشرع، وهذه يعني نستعمل مع غير المسلم، وهي مع المسلم دليل عقلي وشرعي أو نقلي في آن واحد. الدليل الحس بيتداخل بشكل كبير مع دليل العقل. أدلة العقل تفند فيها بعض العلماء حتى عد منها أنواع ربما 10 أو 20 أو أكثر، ويمكن أن ترد إلى دليلين رئيسيين: دليل الخلق ودليل التهيئة ودليل التيسير، وفي هذا في كون هذا الشيء كل شيء خلق بقدر وبحكمة فيسمى سعادة التقدير الإنعام إلى غير هذا. الدليل اللي يمكن إجماله في تسمية الدليل الرعاية. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بنعمل مرور سريع على أهم ما يتضرع به الملاحدة كبديل عن الإقرار بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ذكرنا أن قوله تعالى: عن خلق غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني دليل عقلي مفحم جدا، وهو مش دليل عقلي بس، هو دليل عقلي مستند إلى إلحاح فطري موجود دائما عند الإنسان، أنه يسأل نفسه: من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير؟ أكثر يعني الإنسان حتى اللي بيبقى بيعيش في حياة مترفة، ربما حتى المنشغل بالملذات المباح منها والمحرم، لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يبحث. فاضطر الملاحدة الذين يعني جادلوا في وجود الله تبارك وتعالى، ويعني اضطروا إلى أن يبحثوا القضية يعني ويوجدوا بديل. يعني طبعا الطبيعي أنهم إذا حيث أنهم بحثوا القضية كان الطبيعي أنهم يقروا بوجود الله تبارك وتعالى، لكن طبعا الشيطان لا يتركهم في هذا، فبيحاولوا يوجدوا بديل. إذا طب أنتم يعني نفيت وجود الخالق، يعني إن الذي قال به الذي جاء به رسالات الأنبياء والمرسلين أنهم يقولون أن الله هو الخالق وأن الله أرسلهم عز وجل لكي يعني يعرفوا الناس بخالقهم، وفوق هذا لكي أرسل معهم الشريعة تبين للناس كيف يعيشون حياتهم. طيب وحتى العقلاء يعني كثير من العقلاء اهتدى إلى هذا بعقل. أنتم ماذا تقولون في هذا الكون، هذه السماء وتلك الأرضين، وفي أنفسكم في هذا الخط ماذا تقولون؟ طبعا يعني كثير من الملاحدة كانوا يقولون بالصدفة، وطبعا بعد ما كثير منهم ممن يخجل من موضوع الصدفة ده وجد انه بيحاول يقول حاجات تانية، لكن ما زال موجود حتة الصدفة. وخد بالك يعني فحتى ان احدهم يقول: لو جلست 6 من القرادة على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها ملايين السنين، فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق المكتوبة قصيدة من قصائد شكسبير.
يعني بيقول يعني هنا ده اذا طبعا قصيدة شكسبير ده عايز اقولها يعني كشيء ايه متقن وله معنى وفي فكر وفي عاطفة وفي 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 يعني جيب شيء غير عاقل كان العروض خليه يضربه بس بلايين السنين. طبعا بص المغالطة الكبيرة جدا دي انه انت قصيدة شكسبير خلينا في المثال بتاعهم يعني انت كإنسان مخلوق ضعيف شكسبير مخلوق ضعيف أوتي درجة من الايه من حسن التأليف والكتابة كتب بإرادة عقل مين اللي خلقه له ماشي وبعد ما كتب انت كقارئ له بتروح تشتري القصيدة تقراها مش بتروح تشتري بليون كتاب بليون كتاب اذا افترضنا ده رقم قليل جدا يعني مقارنة باللي هو حيانته اللي هو بيقوله ملايين السنين ست كده تكتب لا يا عم خلي مليون كتاب خلي ألف كتاب لو في ألف كتاب مقاول في مكتبة وانت برضو هتدور عشوائي عمرك احتمال بقى ده احنا انت هنا بتتكلم على احتمال ان القردة تنتج لنا من في اثناء بلايين السنين قصيدة لشكسبير طب واحتمال بقى ان انا اقراها اجي بقى في المخزون ده كله وادور والاقي يعني كلام لا معنى له حروف لا معنى طب وده حروف لا معنى له وده والله في سطر له معنى والباقي لا معنى لا وده وبعدين اروح فين بقى الاقي اللي هو كل كلام هلاقيه امتى مش احتمال انهم يكتبوه ده احتمال ان الاقيه ما بال بقى لما انا بدخل مكتبه خلاص انا صدقتهم فيما يقولون ان ست قرده هتقعد يعني كمثال حسابي لو قعدتهم بليون سنه احتمال ان حد منهم يجيب قصيده منهم عشوائي هو مش فاهم حاجه بس بيضرب حروف وكده طب لما ادخل مكتبه الاقي ادي ركن بتاع الاديب الفلاني وادي ركن بتاع الاديب الفلاني وادي ركن بتاع الاديب الفلاني والاقي كل كتاب له عنوان والاقي جواه كلام مفهوم والاقي الكلام المفهوم مطابق للعنوان هنا مستحيل هم يقولوا ست قراده ولا 60 ولا 6 مليون ولا لا ده لابد هناك انسان عاقل جه عامل المكتبه دي واشترى كتب معينه وحطها في الارض في رصها طب احنا اللي بنلاقيه في الكون بنلاقي مره انسان عينيه هنا ومره عينيه كذا ومره ملوش عينين ومره ومن ولا يشابه احدهم الاخر ما هو صدفه كده يعني لان اصلا تلاقي بقى اتنين زي بعض هل احنا اللي بنلاقي كده ولا بنلاقي يعني ان هناك خلق يدل على ان هناك من يعني خلق فسوى ومن قدر فهدى ثم العقل يقول لنا لازم خالق لقينا ان الخالق بيرسل لنا رسول وده لذلك كتير من المصنفين في ادله الربوبيه يقولوا من احد الطرق الرسالة اثبت لي الرسالة بخوارق العادات التي أيد الله بها المرسلين ده دي طريقة للي ما بيفهمش في كل الكلام ده كله خلاص يبقى هيثبت الرسالة بخوارق العادات وبعدين بعد كده بعد ما تثبت هذه الرسالة بخوارق العادات نقول له الرسالة دلت على المرسل وهو الله سبحانه وتعالى لكن بقى لما تتضافر كل هذه الأدلة بقول له أنت تأملت ما لقيتش الكون ان عندك بلايين الكتب العشوائيه التي لا معنى لها مثل اللي هم قالوه بعدين لقيت منها كتاب ينفع ده انا بلاقي كل حاجه زي ما هي كل حاجه زي ما هي كل حاجه بلاقي الانسان بهيئته شوف بقى وانت المعلومات البسيطه اللي احنا بنعرفها بس لما بيلقى عليها الضوء في ازمه زي ازمه كورونا درجه الحراره كام طلعت شرطتين نزلت شرطتين بالدرجه دي ده كده مؤشر خد بالك الحق لا يكون مرض يبقى الانسان اللي هو خلقه على هذه الهيئه له معروف ايه المعدل الطبيعي لضربات القلب ايه المعدل الطبيعي للضغط
وكل وعبر آلاف السنين اللي احنا بندركها البشر على هذه الهيئة، والحيوانات بكل أنواعها، ولا الحيوان اللي ساقه طويلة رقبته طويلة كذا، ألاقي الأشجار العالية تبقى ثمارها صغيرة، ده إيه الدليل للرعاية، يعني رعاية الخلق إن أنت الأشجار العالية جدا ثمارها تبقى صغيرة لأن دي لو واحد ممكن تعمل، وألاقي الأشياء مثلا المزروعات الثقيلة نسبيا غالبا تبقى نباتات متسلقة على الأرض، ألاقي كل ده وهو دايما بنلاقيه كل يوم وبعدين كل أسبوع كل سنة، اللي أدركناه من أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا لما الآلة التصوير الفوتوغرافي التصوير الفيديو اللي بيصور لنا من 200-300 سنة، وكتب التاريخ اللي بتحكي لنا آلاف السنين، والرسوم اللي على الآثار، كل ده إن الخلق يسير بهذا الميزان الدقيق عبر طوال هذه الفترة. تيجي تقول لي إنه ده ما تخليه زي إن ست القرابة قعدوا يضربوا عشوائي، فمن الذي يعملوا مرة حاجة صح، ده احتمال إنهم يلاقوا حاجة صح، ثم احتمال بقى إن أنا ألاقيها وسط هذا الركاب قد إيه. يبقى إذا هذا يعني ما يقولونه هؤلاء بالصدفة أمر لا يمكن أن يصدقه عقل، يعني هو اللي منهم يقول لا أدري بيحترم عقله شوية أكثر من اللي بيقول صدفة أو نحوها. طبعا يعني أنت بتقول حاجة بسيطة جدا جدا جدا، يعني تجربة صغيرة للغاية درسها الطلبة بتوع ابتدائي في الاحتمالات، إن لو يقول لك لو أنت عندك بطاقات مكتوب عليها من 1 لـ10 وبتطلع عشوائي، احتمال ان انت تطلع الترتيب الصحيح، يبقى كل ما انك تطلع الواحد في ترتيبها احتمالها 1 من 10 وبترجحها تاني وعشرة برضو، وبعدين احتمال انك في رقم 2 تطلع 2 ده 1 من 10، وبعدين في رقم 3 طلع، وبعدين دي تجربة متعددة الخطوات، فاحتمال في الاخر ان اطلع 1 2 3 4 لغاية 10 هو ان انا اطلع 1 في الخطوة الاولى، في احتمال نطلع 1 في الخطوة التانية، تبقى 10 في 10 في 10 في 10 في 1 على 10 أس 10. ده حاجة كده من يعني ايه، يعني تخجل انك تقول انك تقارنها بأي حدث او بأي شيء يتم في هذا الكون، انه يكون فيه شيء يعني اذا لو انا بقول التجربة دي عايز منها 10 بس، اقتربت بالفعل من الصفر، او ممكن اقول عمليا هو صفر ورقم صغير جدا 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 جدا، فما بال بقى احتمال ان كل يوم الصبح كل يوم هو في شأن الشؤون الخلق دي كلها، كل الناس تقوم ده كل الناس كل واحد دقة قلبه بتضرب وتنفسه، انت بقول لك ركز في حالة مرضية الانسان واحد، شوف كام مصاب من بكورونا في العالم كله والدنيا، يعني ليه ولا انا مش لاقي اسره لما عدد المصابين يوصل لمستوى معين، اصل محتاج اتابع لهم التنفس، محتاج احطهم على جهاز تنفس صناعي، لما كل يوم هذه الملايين وهذه المليارات من الاشخاص بكل يوم بيصبحوا هذه الامور تجري، وبعدين تقول صوت احتمال بقى ان كل دول منتظم وكل دول يكونوا بيتنفسوا وكل دول وكل دول وكل دول، فعلا تقول احتمال ان الحياة تقعد ثانية صدفة على ما هي عليه صفر بالفعل. طبعا في احتمال المصادفة يعني التضرع المصادفة ده يعني فعلا شيء مخجل جدا جدا عقلي. طبعا نتيجة ان الكلام بتاع الصدفة ده بهذه الدرجة من السذاجة وهذه الدرجة من الطاعة، قالوا طب خلاص عملوا ايه بقى، هم قوم استحوذ عليهم الشيطان لا يريدون ان يقروا بوجود الخالق،
سبحانه وتعالى. يعني وألقى إليهم الشيطان بعض الشبهات، بعضهم طبعا جاي من خلفية كراهة الشريعة مش عايز حد يلزمه بحاجة، بعضهم جاي من خلف شبهها حب الشهوات فعايز يبقى كل حاجة مباحة بدل ما تبقى حرام، حتى مش تبقى حرام ويعملها. طب أنا كلية أقلم نفسي ما نخليها، ما فيش إله وما فيش دين وما فيش تشريع والعياذ بالله وهكذا. طيب ولكن لما جه يقول ايه الاجابه، من الذي خلقك؟ هل اوجدت نفسك ام وجدت بغير موجد؟ طب والكون ده كله؟ فقال الصدفه ولقينا طبعا مع الاسف في الاعتبار برضه لما بيجي يتكلم على موضوع الصدفه خلاص، يعني الصدفه احنا اتكلمنا هنا المثال اللي حاولوا يقربوا لنا بيه قرود، مش عارف قصه القرود ايه مع الملاحده، لان هنرجع في نظريه داروين هنلاقي حلول نص الانسان اصله ايه؟ قرود قاعدة تكتب على آلة كاتبة كتبوا ست عدة ملايين من السنين، فوارد ايه يكتبوا لنا مرة كتاب في كلام مفهوم. طيب ما انت ما حلتليش المشكلة، انت كلمتني هنا عن كائن حي وعن آلة كاتبة، دي شيء مش يعني مش العدم، ده انت لو كلمتني عن يعني عناصر موجوده في الحياه هقول لك برضه ما تكلمتنيش عن عدم، انت ما بتديليش من الصفر، انت ابتديت من كون موجود، لا ده دول مش بداوا كمان من الجمادات، ده بدا ان في كائن حي وهو القرود، وبدا ان في آلة كاتبه ما قاليش مين صانعها، يعني اذا مش هقدر اعتبر المثال ده مثال تفسيري، لان انت بادئ لي ومع هذا في الاخر قلت لي عبر ملايين السنين لما يعملوا نسخه مقبولة، بينما أنا أتحدث عن أن ملايين مليارات من البشر يعيشون بانضباط كل يوم كل ثانية كل نفس، فإزاي تخلي زيي؟ نفس الأمر هنا، خلاص لابد هنا من أن يعترف بأن هناك مصدر للقوة، وهنا بدأ اللي هو قائل الكلام إيه؟ الطبيعيون او اللي بيلحق الامر كله للطبيعه، هو مضطر هو بقى يعني حب يهرب هنا من خلق الماده الى ان وخلق الروح اللي هي في الكائنات الحيه واعلاها في الانسان، وراح قال لي والله هي الماده موجوده وفي طبيعه هي التي خلقت الماده وهي التي تجعل الماده تتشكل وهي التي تجعل الماده تتغير صورها. إذا برضو فين العدم؟ أنت عشان تقول لي إن أنت بتقول شيء غير المسلمون، طبعاً دايماً هيحاول يضع الإيه ما يسمونه المتدينون من كل الديانات في بوتقة واحدة، وإحنا عارفين طبعاً إن هناك ممن بأنهم يشركون مع الله عز وجل غيره، وأنهم يعبدون معه الملائكة، أنهم يعبدون معه النبيين إلى غير هذا، لا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى، فهم في هذه الجزئية مقرين بوجود الله تبارك وتعالى، لكن القضية أنهم مش عايزين تدخلني معاهم في حزبة واحدة ليه؟ حتى وإن كانوا في هذه المسألة هم يعني يقولون الحق في مقابل الملاحدة، لأن الملاحدة هيجي يستثمر اللي عندهم من أشياء تصدم العقل، ومن أشياء كذبوا فيها على الوحي، ومن أشياء نقضوا فيها الفطرة، عشان يقول الأديان تصادم العقل، الأديان تصادم العلم، الأديان تصادم الفطرة اللي أنتم بتقولوا لنا يعني هي الطريق للإيمان بالله، فمش محتاج يعني الحلف الوهمي اللي ممكن تتخيله بين الإسلام وبين أي دين آخر في مواجهة الملاحدة حلف يضر القضية ولا يفيد، فمش هيدر. المهم إن دلوقتي بيجوا هؤلاء ويقوم يعني يحط المادة ويحط الطبيعة أنها أوجدت المادة أو أنها هي المسؤولة أو هي الفاعلة في صور تحولات المادة، وكده كأنه تقدم كأنه يعني قدم تفسير
أقول له لا، إحنا نحن معشر المسلمين نقول كان الله ولم يكن شيء. فإحنا بادئين من خلق بنقول كويس إن نيجي في نقاط ونقول سيعجز العقل عن إدراك كيفياتها، ولكن هتبقى الدنيا كلها مستقيمة من حيث المعنى. هناك خالق لا تستطيع أن تصل إليه العقل، لا تدركه العقول ولا تدركه الأبصار ولا تدركه الأوهام، ولكن تدرك العقول أن هذا الكون الذي نراه والذي نحسه الذي نعيشه كله مفتقر إلى ذلك الخالق. يبقى كان الخالق ولم يكن شيء، يبقى خلق الأرض والسماوات، هو خالق المادة كما يقولون، وهو خالق مودع القوانين فيها، وهو الذي خلق الكائنات الحية وميزها بنوع من بما فيها من الحركة نحو ذلك، سواء كان النباتات ولها طريقة معينة، الحيوانات ولها طريقة، الإنسان وهو يتميز بذلك العقل اللي بيه عمالين يعني عمال يخترع الاختراعات ويكتشف الاكتشافات ويتناظر هؤلاء الملاحدة بتلك العقول التي خلقها الله تبارك وتعالى لهم. فلما تيجي تقول لي في مادة، في طبيعة، الطبيعة هي التي تحرك هذه المادة، الطبيعة هي المسؤولة عن الماء، نقول له يعني انت مش بادئ من نقطة الصفر. بعض الناس يقول له ايه، خلاص يا عم، مش انت اعترفت وجود قدرة خارقة مسؤولة عن الخلق والإيجاد والتحول، هي دي هي الله الذي تفر عنه. لا نحب هذا قوي، يعني خاف يكون في نوع من عدم التأدب مع الله تبارك وتعالى، نوع من نقول له انت فررت من اثبات وجود الله، لا، على انك مش قادر تثبت ان في شيء فوق مستوى عقلك، ورحت جبت شيء غامض ناقص من جهات عديده من يعني، ولكن فيه قوه غامضه انت مش عارف مكانها، مش عارف وجهها، والقوة دي متأثر فيك ومتأثر في الكون من حولك، وهي عاقلة ورشيدة وحكيمة وخلقت خلقا مبدعا وفيه الرعاية. نقول له الكلام انت بتقول ده لا يمكن لك في الآخر تقول قوة مجهولة المصدر ولها حكمة ولها يعني ولها إتقان. أولى أن تتحدث عن خالق حكيم عليم خبير بديع، وإذا هو بيهرب من شيء ثم يثبت شيء يجعله في تناقض أكثر بكثير. طبعا كان زمان، أظن ده كلام قديم شوية، يعني قلنا نتكلم على هذه الشبهات من خلال التي ساقها الدكتور عمر سمير الأشقر رحمه الله في كتاب العقيدة، اللي حفظ الله في كتاب العقيدة في الله، كان بينقل كلام قديم شوية، أظن ما عادش الملاحدة بيقولوه دلوقتي، الكلام على نظرية التولد الذاتي أو دليل أن الطبيعة تخلق، إن هو إن ممكن تجد في القمامة أو غيرها دود، ما شفناش بقى، ولكن أنتوا عمالين تقولوا أن الله تعالى خلق الكائنات والكائنات بتتكسر بطريقة معينة، أهو آدي شيء مخلوق من عدم أو وجد من عدم وهو الدود. طبعا دلوقتي لأنهم وجدوا أن دي يرقات موجودة وكانت مستنية الظروف المناسبة لكي تفقس، ولكن حتى لو كان ما يقولون هذه المسألة كلها، أنت عمال تقول أنا فهمت شوية أسباب، شوية ميكانيزمات، شوية علل، شوية آليات السنن الموجودة في الكون، وفي حاجات تفهمينها لغاية دلوقتي ومش قادرين يعني، ومعظمها في ذات الإنسان نفسه، مش عارف أحوال الصحة، مش عارف أحوال المرض، في حاجات كتير عاجزة الإنسان عاجز عنها، يعني فيروس حقير جدا يبقى البشرية كلها عمالة تتسابق عشان تعرف بس هو بيعمل ايه في الجسم، بيقاومه ازاي،
وليه جسم القوم وجسم القوم مش إلى غير هذا. فأنت افترض جدلا إن الدودة دي تتولد من القمامة، ده مش صحيح. فين ده نفي عن وجود الخالق؟ بالعكس، ده أنت لو بتشوف خالق جديد قدامك يبقى دليل على وجود الخالق، لأنك مش أنت اللي خلقها أكيد، وهي ما خلقتش نفسها أكيد، والقمامة دي جماد ما خلقتهاش أكيد، يبقى في خالق خلقها. فكلها حجج عجيبة جدا اللي يحاول هؤلاء الهروب. هو قصته أنه نقض الحق لشبهة عنده، وربما أحيانا لشهوة، لأنه عايز يتخلص من الشرع، عايز يتخلص من الـ يعني الـ تأنيب الضمير لو هو منحرف عن تشريعات هذا الدين. ولكن في الآخر البديل اللي بيجيبه بيجيبه في غاية التحفظ. طبعا يعني جه داروين وكأنه بقى ده طوق النجاة بالنسبة له. داروين يعني استنادا إلى علم التشريح، وحاجة مثلا في الإنسان زي الزايدة الدودية الأطباء إلى الآن ما يعرفوش فوائدها، مع إنه الكلام برضه ده مش دقيق قوي. الزايدة الدودية يعني يعني يمكن أن يقال إنه من فوائدها إنها مخزن للبكتيريا النافعة، كأن دي زي ما بنلاقي في حاجات كتير بيبقى في صناعة الأغذية في غيرها، زي ما أنت بتيجي في مكان وتحط كده فواحة عطر في المكان، يعني مثلا يعني لازم تحط قارورة فيها شيء يكون مخزن ينبعث منه الأشياء حسب الحاجة إليه. ولكن حتى افترض إن العلم مش قادر يوصل، دي فائدتها إيه دلوقتي؟ إيه اللي يعني كون نفس القضية، كون إنك عجزت إنك تعرف إيه فايدة دي دلوقتي؟ إيه اللي خليك تفترض إن دي كانت حاجة قديمة في أسلاف ذلك الإنسان، وكان أيام ما كان بياكل الشجر، وكان فين كل ده؟ شفته فين؟ أين رأيته؟ لم يرى يعني. فبقى جه داروين قال استنادا إلى بعض التشريح بعض الكائنات، فبيقول بعض الكائنات اللي أنا شايفينها دلوقتي فيها أعضاء مش مستعملة، بنلاقي عظمة كده في بعض عظام في الحوت، قال ده يعني أيام ما كان كائن بري يمشي على أربع، وبعدين دخل كان بيحبه هذا الكائن البري، كان بيحب يستحب كثيرا، فنتيجة لكده بدأت القدم ما عادش محتاجها، القدم في الأجيال التالية تتآكل وتدخل. طبعا ما بيفسرش لنا هو الجزء اللي باقي ده باقي ليه لو كان يعني، وما بيفسرش لنا هو ليه لما الانسان بيكتسب عادات مكتسبه ليه عياله ما بيورثوهاش، يعني الـ 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 كما يقولوا الجينات لا علاقه لها، واحد لعب كمال اجسامه بقى جسمه ما بيورث هذا لابنه، واحد اتعلم السباحه وقاعد في المية على طول ما بيجيش ممكن يطلع منه العكس وهكذا. لكن كل ده برضو ليه يعني؟ كل ده في الاخر افاده بايه؟ لو افترضنا ان الكلام ده كله موجود سيظل في النهاية كان الله ولم يكن شيء، ده كلام اهل الايمان. وثم خلق الله تبارك وتعالى الكون. لو كان الكائنات يعني يحصل فيها ان ال الصفات الوراثية تكون يعني متصور عقلا أن الله تبارك وتعالى كان يخلق البشر عندما يتناسلون، إن الجنين ياخد من صفات الوالدين الآنية كان وارد، لكن ده مش حصل. فلو افترضنا إنه كان حصل وكان فعلا إن في كائنات مثلا برية وبعدين بتحب المية، فنلاقي ان الجيل الثاني منها يعني ارجله بقت تاخد شكل الزعانف لغايه ما يتحول الى يعني نسل بعد نسل بعد. لو افترضنا جدلا اين هذا؟ بالعكس ده كان اي حاجه فيها خلق ايجاد من العدم، فيها رعايه، فيها
كل ده يؤكد وجود الخالق وليس العكس. طبعا احنا ليه بننكر نظرية داروين؟ علميا هي باطلة، علميا هي مستندة إلى أشياء تخالف الحس. احنا ما بنشوفش، احنا بنجيب الحيوانات من نجيب الدب القطبي نحطه في حديقة حيوان في منطقة حارة، ما بيولد دب قطبي بنفس الفرو بنفس الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى له لكي يتقي بها البرد، ما بيحصلش تغير في هذا. الإنسان كما ذكرنا يعني بينشأ بيطرأ على الإنسان أمور بيكتسبها في حياته تخش في الصفات الوراثية أو نحوها، ولكن فهي علميا باطلة. علميا ما بتجيبليش تسلسل الحركات اللي هو بيقولها، ما بيقوليش هو ليه الدنيا متنوعة الكائنات. أنت بتقول الدنيا بدأت عند داروين، بدأت يعني جرثومة في ماء آسن تكون منها الوحيد الخلية، الكائنات وحيد الخلية، وبعد كده بدأنا يعني يتكون كائنات ثم تتكيف مع البيئة. طب ليه مش كل، لو افترضنا جدلا يعني اللي بيقول ان في قرد تحول الى انسان، ليه مش كل القرود ليه وجد الى الان غوريلا وشمبانزي والقردة العليا اللي هي عندها درجة من ال فبنقول ان نظرية داروين لم يعني لا تقدم، حتى لو افترضنا انها صحيحة لا تجيب ولا تغني عن مسألة وجود الخالق سبحانه وتعالى. حتى لو بدأت من الجرثومة اللي في ماء آسن، انت ما بدأتليش من العدم، وحتى ما بدأتش من الجماد، لا من العدم ولا من الجماد، ده انت بادئ بحياة، عشان هو مش هيقدر خالص يجيب حاجة منين وجدت الكائنات الحية. فهو بدأ بجرثومة في ماء آسن، يعني بيتكلم على كائن حي. طيب أجبني عما قبل هذا الذي تتحدث عنه أنت الآن. فإذا يعني طيب كما ذكرنا، ليه احنا ليه يعني يبقى الأول دايما عندنا مشكلة نظرية داروين؟ ما هي مش نفعك في حاجة، أنت لسه محتاج كلام. خلاص لو سلمت لك بها جدلا، كلمني قبلها، قبل ما هي يعني كلمني على المرحلة اللي هي قبل الجرثومة التي في ماء آسن كما تزعم أنت. إيه الوضع؟ أين هي؟ من الذي أنشأها؟ من الذي أوجد هذا الماء؟ ومن الذي أوجد هذه الجرثومة؟ ومن الذي أعطاها القدرة على أن تتشكل؟ ومن الذي جعل فيها ذكاء تقوم تتطور؟ طيب ده على أنها فاشلة. يبقى ده يبقى نظرية داروين أولا فاشلة، لا تغنيهم شيئا البت. طيب كونها باطلة علميا، إنها مستندة لمشاهدات ناقصة، إنها لا تجيب أسئلة كتير جدا، إحنا ما بنشوفش أي شيء اللي هو بيقوله عبر الكائنات تكتسب صفات معينة ولا تتوارث لأنها كانت صفات دخيلة. طيب ما بيقوليش ليه بقيت القردة العليا طالما ان في قرد اتطور بقى انسان، ليه دول عاشوا؟ يعني دول كانوا اعلى منه ولا اقل؟ ليه يبقى في افقي؟ يعني ليه يجي قرد يطلع منه نوع هيكمل قرد زي ما هو ونوع هيكمل انسان؟ وده مع ان ده كانت الطبيعي انه يتطور ويبقى يعني كما يقول يتطور في الاتجاه الافضل. طب ليه هذا التنوع الكبير؟ ازاي نشأ؟ يعني المفروض يعني يعمل لنا كده محاكاة زي ما بيقولوا لآدي الجرثومة للماء الآسن، ثم ماذا؟ يجيب لي كده المخلوقات اللي تنوعت ويقول لي ليه التنوع ودي ماشية مع قانون الانتقال الطبيعي ولا لأ؟ وليه الخلية ديت قررت إن ولادها أو المنقسمين منها يبقوا هذه الأنواع؟ وبعدين بعد كده وجدت ايه؟ يقول لي احنا عندنا اسامي الكائنات ما شاء الله يعني كثيرة جدا، فيقول لي بقى الكائنات دي كل واحد تاريخه ايه، ابوه مين وجده مين،
وبعدين بعد ما يعجبني بقى التطور العجيب ده اللي هو كل واحد كل يعني طبعا هيضطر يعمل لي في كل يعني كل مخلوق هو غير ابيه وغير ابني هيبقى عمالين كده ايه عم بنلعب بازل يعني. طيب امتى بقى الدنيا وقفت؟ على الانواع اللي احنا بنشوفها من اول ما التاريخ اتدون. انت بتكلمني على ما قبل، يعني اقول لك على يعني ما نسمعه نحن كجيل من حكايات ابائنا واجدادنا. طيب واللي دونته الكاميرا منذ اخترعها، وقبل كده اللي دونته كتب التاريخ منذ كتب التاريخ، واحنا تقريبا يعني البشر كما هم. طبعا احنا عقيدتنا ان ابو البشر ادم عليه السلام وتناسل منه البشر، ده موضوع يعني شيء مسلم به تماما، لكن انا بتكلم بمناقشته هو احنا بقى على مستوى الكائنات كلها. انت عمال تحكي لي على التطور، طبعا عشان اشوف كل هذا التنوع، اصل الجرثومه واحده يبقى انا هشوف دنيا ديناميكيه جدا 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 جدا، بقول لك هيبقى غالبا هيبقى كل حيوان يعني نتج ابنائه وطلع انواع مختلفه بقى، يعني اتصور يعني خلي بقى القط يطلع لنا اسود ونمور وقط وطوط بريه وحاجات كده كتير، عايزين نعرف ليه ومشوا ازاي والتطور مش ازاي، وعايزين في الاخر امتى الدنيا وقفت وبقى الانسان نسله انسان والقرد نسله قرد والاسد نسله اسد والنمر نسله نمر وحتى يعني وهكذا امتى وقفت. طبعا الامر الاخر لو افترضنا جدلا انها نظريه علميه ومش غرضها الالحاد، وهنقول انها فيما يتعلق بخلق ادم عليه السلام مصادمه للقطعيات الشرعيه. طبعا هي يعني ساقطه من كل الاتجاهات، وما يعنينا هنا في علاقتها بقضيه اثبات وجود الرب تبارك وتعالى هو انها لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لهم، لا تغني عنهم شيئا. ليه؟ لأنه كما ذكرنا لو اتكلمنا على أنه بدأوا من إيه؟ هو داروين بادئ من جرثومة في مائنة. أي تفسير لنشأة الخلق ما تبدليش من العدم المحض يبقى أنت ما قدمتش تفسير، يبقى أنت ما قدمت ربما يا إما كلام ساقط جملة أو تفصيلة، يا إما كلام هو إدراك لجزء يسير من الأسباب التي خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وأنت فرحان قوي إنك أدركت. زي اللي هتقولوا الله تبارك وتعالى هو مقدر كل شيء، وإحنا عرفنا المطر ده الشمس بتبخر الماء الذي في البحار بيصعد يتكثف، تحركوا الرياح ينزل ماء عذبة. انت كده ادركت رأيت، بس ده لازم الرؤية دي كانت تقول لك ان هناك خالق وان هناك مدبر. حتى اللي هم بيسموهم الملاحدة الربوبيين اللي هم يقول لا لا احنا مش زي الناس الملاحدة، احنا بنقول هناك خالق خلق الكون وترك، نقول له يا رب سبحان الله هل يمكن ان نتصور أن الكون يعني ليس له مدبر مع هذا العدد من البشر؟ طب أنت النفس اللي بتنفسه ده أنت اللي منظمه؟ مين منظمه؟ جريان الدم في العروق أنت اللي منظمه؟ يعني ده يعني حتى الإنسان ممكن أحيانا يغتر بأنه بيعمل ويتكسب، نقول له والله تبارك وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى. وحتى لما نقول المصانع والطائرات والكمبيوتر الله خلقكم وما تعملون، يعني الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق لنا ما في الكون وخلق لنا العقول وخلق لنا القدره والقوه والاراده، فبيها بنقوم ايه نشكل الحاجات نعمل مصنعات، يبقى دي كلها من خلق الله ايضا. لكن لعل البعض ما يعني يلتبس عليه هذا الامر، هل يمكن ان هو يعني ده فيها عمليات لا اراديه بتتم
لكل إنسان هي أكثر بكثير من العمليات الإرادية. يعني النفس ودقات القلب واللي بيحصل من في كل شهيق وزفير والدورة الدموية، كل ده اللي انت قاعد لن تقدر تزوده ولا قدر تقلله ولا قدر تتدخل فيه. من يدير هذا؟ نفس الأمر هيبقى الصدفة طبعا في منتهى السخافة. الطبيعة في قوة بتدور الكلام ده كله، يقول له ماشي انت يعني انت تصف ان هناك قدرة مش ذات، قدرة لها حكمة ولها علم ولها إرادة تجعل هذه الأمور كلها تسير في هذا النسق البديع، أن تثبت أن هناك يعني ذات متصفة بهذه الصفات، وهو الله تبارك وتعالى يعني له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى. إذا كل ما يحاول هؤلاء أن يتذرعون به ويجعلونه يعني إجابة على سؤال من أين جئنا، على سؤال من الذي خلقنا، كلها يعني محاولات فاشلة وبائسة ويائسة بفضل الله تبارك وتعالى. وتبقى الحقيقة الراسعة أن الله تبارك وتعالى فطر القلوب على معرفته وعلى التوجه إليه سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أرشد العقول إلى أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى ويستدلوا عليه من أنواع تلك الحجج العقلية، وأن من الحجج العقلية التي تبين هذا تهافت واضطراب وتناقض كل ما طرحه الذين فروا من إثبات وجود الله تبارك وتعالى، كل ما طرحوه من أطروحات في غاية التناقض والسخافة والمناقضة للعقل والفطرة، وهذا في حد ذاته دليلا لمن تأمل ومن تدبر. يعني بذلك نكون أنهينا قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى كأحد عناصر تناول قضية الربوبية، وإن شاء الله يعني بعد عيد الأضحى المبارك نتناول باقي ما يتعلق بقضايا توحيد الربوبية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.